أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. أحسن الله إليك. ما قلت لنا شيء اسم ديالك سيدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم في الله ويحبكم في الله مصطفى مسكيني. سيد مصطفى مسكيني جعلك الله من المصطفين إن شاء الله وحصانا وإياك من المساكين كما طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا صوني في زنق المساكين المرحومين ويقابل المساكين المستكبرون في الأرض طغاة جبارون. وقد أطاح الله عز وجل بقدرته واحدا منهم في هذه الأيام الأخيرة وصدام حسين المجرم الكبير أطاح الله به بقدرته وهبل بعض الناس من السذج وحملوا الرايات وقالوا إحياء صدام إحياء صدام إحياء صدام. يموت صدام مات صدام وسلط الله عليه كافرا على منافق. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي كاد الخيران أن يهلك. هذا الكلام كنا قلناه في مجلس غير هذا. سيدنا أبو بكر وعمر رضي الله عنه وتلاحيا وتخاصما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحدهما يا رسول الله ولي على وفد من الوفود ولي عليهم الأقرع بن حابس. وقال الآخر ولي عليهم فلان. فقال أبو بكر ما تريد إلا خلافي. قال ما أريد أن أخالفك. فرفع صوتهما فنزل هذا القرآن. يعني بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تخاصموا الصحابة سيدنا أبو بكر هم الخيار. كاد الخيران هذا حديث في البخاري كاد الخيران أن يهلك. خيران خيرين أرفعوا صوتهم قدام النبي صلى الله عليه وسلم واندموا من بعد. ومن بعد كان سيدنا عمر بن الخطاب إنما إذا جاء يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم كيتكلم في صوت شوية. وكان سيدنا أبو بكر كذلك يتكلم ويخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم كأخي الصرار. أنا أخي الصرار كيتكلم لي يدفوني بشوية. وسيدنا عمر سيدنا عمر بن الخطاب ما كيفصحش كيسولوا النبي صلى الله عليه وسلم أش قلتي هذا الأدب ديالهم تأدبوا به. هذا الأدب فاتنا ولا ما فاتناش؟ ما فاتناش. كل ما سمعنا قال الله إيوا نخشعوا ونسمعوا ونتأدبوا ونخفت ونخفض أصواتنا الظاهرة والباطنة. الله يسمح لنا ويغفر لنا. الراديو كيقرأ القرآن أو لا سمو الناس كيتكلموا ويجمعوا. ألا ترون أنه في يوم الجمعة اللي هو العيد الأسبوعي ديال المسلمين أن من رفع من تكلم ومن لغى ومن تكلم بغير من تكلم في المسجد أثناء الخطبة لا صلاة له. فكذلك من تكلم في الوقت الذي القرآن يتلى ولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم
أو واحد يقول خير رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحنا ما نخشعوش، حاضر معنا النبي صلى الله عليه وسلم، حاضر معنا روحان ومعنان ودلالة وهداية. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، كاد الخيران أن يهلكا. ولكن ما هلك، لأن الله تعالى يبغى لهم الخير أو ما خيرني. وكان في من خشع في لهذه الآية سيدنا ثابت بن قيس بن شماس، رجل من عظماء المسلمين أو من عظماء الصحابة رضي الله عنه. سردنا في مجلسين سبق من فضائله الكثير، وأنا تعرض له اليوم بمناسبة أخرى. وفدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب نبي متنبئ بني حنيفة، هذا مسيلمة الكذاب، جاء في 70 من قبيلتي، 70 رجلا. فذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه رجل واحد، هو سيدنا قيس، سيدنا ثابت بن قيس بن شماس. معنى هذا أن ثابت بن قيس بن شماس رجل ثقة، رجل شجاع، رجل قوي. باش النبي صلى الله عليه وسلم يدير فيه الثقة ويمشي لعند 70 ديال الأعداء، 70 ديال الأعداء، راجا متنبي، مش مع رجل واحد، أو رجل وأي رجل، سيدنا ثابت بن شماس، سيدنا ثابت بن قيس بن شماس. وكان في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة من جريد، الجريدة هذه هي النخل، شي طريف منها. فقال له مسيلمة الكذاب: إن جعلت لي، أو كما قال أروي الحديث بالمعنى، إن جعلت لي الأمر من بعدك تبعتك، غير دير وصي عليا إلى جرتني بين الخليفة ديالك نتبعك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سألتني هذه القطعة من الجريد ما أعطيتكها، لو كنت طلبتي أن تطلب منه باش يكون خليفة النبي من بعد. قال له: هذه الجريدة هذه اللي ما عندها قيمة، لكن قلت نعطيك ما نعطيكش. ولن تعدو أمر الله فيك، ولن تعدو أمر الله فيك، هذا حديث البخاري، ولن تعدو أمر الله فيك، يعني قوة الله تعالى ما غاديش تعدها أنت، الله تعالى غادي يحكم فيك. قوة ديالك جايب 70 ديال شجعان ديالو، جا لعند النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يلاه ديرني خليفة من بعد منك. قالوا: أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله. قالوا: إلا مشيتي وما توليتي وما بغيتي تسلم، الله تعالى سيعقرك. معنى عقر، فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم. هادو ثمود الذين أرسل الله إليهم نبي الله رسول الله سيدنا، شكون هو اسمه؟ صالح عليه السلام. إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله، شكون هو رسول الله؟ سيدنا صالح. ناقة الله يعني احذروا ناقة الله، أو احترموا ناقة الله، أو عليكم ناقة الله أن تحترموها. وسقياها فكذبوا فعقروها، نحروها وقتلوها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: ولئن أدبرت ليعقرنك الله. جاءوا يفتخرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء مسيلمة يناهض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسننظر في هذا المجلس إن شاء الله كيف عقره الله سبحانه وتعالى، كيف عقر الله هذا العدو مسيلمة عليه نهضة الله. مسيلمة الكذاب
ارتد ما لا نقول ارتد لأنه لم يسلم وكذب على الناس وجاءهم بقرآن زعم أنه يوحى إليه وجاءه بقرآن هو السخافة بعينها لا نقول فيه كلام سخيف سخافة شو كيقول الفيل وما أدراك ما الفيل له خرطوم طويل ونقي يا ضفدع الضفدع كان تكلم ويقول لي والطاحنات طحنان والخبزات خبزان شي كلام ديال الدراري الصغار حتى الدراري ما يقولوش هاد التفاهات هادي وكان جبارا يقتل الناس رجل من المسلمين الصحابة اسمه عبد الله بن زيد الأنصاري أخذه وقال تؤمن بي؟ قال لا أسمع قال لا أسمع واش لا أسمع بودني؟ السمع عندما يقرأ السمع في القرآن الكريم وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم معناه السمع والطاعة يسمع ويطيع الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون صمون بكمون عميون فهم لا يعقلون صمون هي الأولى ماشي هاد الأذن الأذن ديال الطاعة قال لهذا السيد المبارك سيدنا عبد الله بن زيد الأنصاري تؤمن بي قال لا أسمع فأخذ يقطعه إربا إربا ذاك يقطعه بالتفصيل هاد اليد وهاد اليد وهاد الرجل وهاد الرجل وهاد الأذن وهاد ما عرفت كيف دارو وهو يقول لا أسمع لا أسمع لا أسمع حقيقة كان واحد الصحابي رضي الله عنه سيدنا بلال كيقول لهم أحد 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 قتلوا عدو الله سيدنا ثابت بن قيس حضر لهذه المجزرة هذه الذي جازروا فيها وقتلوا فيها عدو الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت قبائل من العرب قبائل من العرب ارتدوا وكان أبو بكر رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أن يناجزهم قتلهم سيدنا عمر بن الخطاب قال له لا لا نناجزهم بل نتركهم قال والله لو منعوني عقالا عناقا في رواية عناقا وفي رواية أخرى عقالا العقال هو ذاك الحبل باش كيكتفوا الجمل والعناق هي واحد المعزة صغيرة والله لو منعوني عناقا وعقالا كانوا يعطونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قبلته إنه قالوا على المرتدين قالوا الصلاة وخا نعم نصلي لكن الزكاة لا نعطي الزكاة فقاتل أبو بكر إنهم منعوا الزكاة ومن منع الزكاة ومن كفر بركن من أركان الإسلام فالكفر فأخذ يتحاور مع سيدنا عمر بن الخطاب هل نناجزهم هل نقاتلهم هذا في البخاري القصة مذكورة في الحديث فيقول سيدنا عمر بن الخطاب بحكي الحج بالمعنى دائما بالمعنى لأن الذاكرة تضعف عندما يكبر الإنسان أيوة حفظوا القرآن بعدكم صغار إلى قبل بقيتوا تسنوا ولادكم 70 عام وتحفظوا القرآن ما تحفظوا والو حفظوا ما حدكم صغار شباب فقال سيدنا عمر فما زال بي حتى علمت أو عرفت أنه الحق يعني معناه اقتنع بكلامي سيدنا أبي بكر الصديق وروى بعض الصحابة أنه رأى سيدنا عمر بن الخطاب يقبل رأس أبي بكر الصديق رضي الله عنه ويقول له لولا أنت لأهلكنا لكون مشي أنت لكون مشينا وكان سيدنا أبي بكر الصديق ماشي قالنا سأقاتل الكفار سأقاتل المرتدين وسيروا قتلهم لا حمل سلاحه وركب فرسه فأتى سيدنا عمر نوى أن يذهب بنفسه لكي يحارب المرتدين
فقال له سيدنا عمر الخطاب أقول لك ما قاله لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، أمتعنا بنفسك يا أبا بكر. غزوة أحد النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا أبو بكر غادي يشيل لوسط المعركة، إنه سيدنا أبو بكر غالي وثمين وينفع الأمة كلها، وإلا مشى القتال ربما يموت، خاف عليه النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر خاف على سيدنا أبو بكر الصديق. واستمرت حروب الردة، فكان من آخر أو كان من بين حروب الردة الحرب على كافر المتنبئ اسمه مسيلمة الكذاب، ذهب إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه معه جيش من الصحابة الكرام فيهم سيدنا ثابت بن قيس بن شماس ذلك الفارس الهمام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسمى هذه المعركة يوم اليمامة أو يوم مسيلمة الذي قتل فيه مسيلمة. فتأخر المسلمون، جيش المسلمين قهرهم الأعداء لأنهم كانوا أكثر منهم، تأخروا. فغضب سيدنا ثابت بن قيس بن شماس وقال والله ما هكذا كنا نقاتل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لهم ما معناه؟ بئس ما علمكم أقرانكم في هذا الزمن. قالوا ماذا هو الرجال تهربوا. فحفر لنفسه وكان معه سيدنا مولى أبي حذيفة سالم مولى أبي حذيفة الذي كان يحبه سيدنا عمر كثيرا، وكان قبل أن يموت سيدنا عمر قال لو بقي سالم لوليته الخلافة من بعدي. سالم مولى أبي حذيفة الذي كان إماما وكان حافظا وكان أهل القرآن. إذن سيدنا ثابت بن قيس بن شماس حفر هو وسيدنا سالم مولى أبي حذيفة حفرة لكي لا يفروا، حفروا حفرة وأخذ يقاتلان ويدفعان عن المسلمين حتى قتلا شهيدين رضي الله عنهما. أما مسيلمة فانبرى له رجل يسمى وحشي، تعرفوا وحشي هو قاتل سيدنا حمزة رضي الله عنه، فيحكي وحشي أنه تمنى أن يقتل عدو الله لكي يغفر الله بأنه قتل حبيب الله سيدنا حمزة، فانبرى إليه بحربة وقتل وكان كالجمل هائج قتله. وتنبأت في قبيلة أخرى هم بنو تميم قوم مسيلمة اسمهم بنو حنيفة، في بني تميم تنبأت امرأة اسمها سجاحي، العرب هذا كانوا يسميه سجاحي هكذا سي سجاح بحال قطامي حدامي، كيقول العرب إذا قالت حدامي فشي واحدة منهم إذا قالت حدامي فصدقوها فإن القول ما قالت حدامي، وهذا مثال يضرب المثل إنسان صادق لا يكذب، نقول إذا قالت حدامي فصدقوها فإن القول ما قالت حدامي، إلا تكلم فلان إيوا غير صدقوه ما. إذا هذه سجاحي تنبأت خاتم يا نبية ويحايلها
وجات وجابت بني تميم قبيلة ديالها وكانوا كتار، وهاجمت على مسيلمة وعلى بني حنيفة قومه، مشات تغزي الأنبياء كيدبزوا الأنبياء ديال الكذوب كذابين كيدبزوا بعضياتهم، مشات باش تقاتل مسيلمة الكذاب. وكانت قوية عليه، استعمل معها الحيلة، قال لهم فرشوا لها شي فرش مزيان وبخروا لها شي بخور مزيان، وأغراها وجات وشمت ديك البخور وشافت الحرير وشافت داكشي، خرجت القوم ديالها صيفط لها قال لها نتفاوضوا، خرجت إلى قومها فقالت إنه أوحي إلي أنه ذاك الوحيد ديالو بحالي بحالو، كلنا أنبياء بجوج، فتزوجها لعنهم الله. وفي هذا قال شاعر يسمى أظن الأغلب الحميري، قال شعرا، وجبت لكم هذا الشعر باش نستراحوا شويه، ياك ندخلوا شويه للكذوب، ندخلوا للكذوب شويه باش نستراحوا من الجد. شنو هو الجد؟ الجد هو الجد، هذا الأغلب العجلي، قال فيها شعرا رجزا، والعرب في الرجز، الرجز هذا وزن من أوزان الشعر. شكون منكم الأسيدة هنا اللي حاضرين؟ ماني تعلم حاضرين معنا ماني تعلم، واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، تبارك الله. الأخوات ماني تعلم غير واحدة، خصنا نعرفوا الشعر، لأنه الشعر هو الديوان ديال العرب، الديوان ديال العرب. اللغة العربية في ذاك الوقت ما كانش عندهم القواميس والكتب والمنجيل، كيحفظوا اللغة بحفظ الشعر، الحفظ الشعر يحفظه بسهولة. وكانت أمنا عائشة متجلية ومتقدمة في هذا الأمر، كانت تحفظ شعر كثير وأدب كثير وأحاديث كثيرة، وفازت فوزا كبيرا رضي الله عنها وأعطانا من بركاتها. يقول الأغلب العجلي يهجو سجاحي، قال لها قد أبصرت سجاحي من بعد العامة، وهذا الرجاز هذا البحر ديال الرجاز، مستفعلون مستفعلون مستفعلون، هذا الوزن ديالو كيستعملوه العرب كثير في الهجو لأنه سهل وكيتحفظ بسهولة. قال قد أبصرت سجاحي من بعد العامة، تاح لها بعدك حنزاب وزا، هو كيهجي الاخرين، تاح لها بعدك حنزاب وزا. دابا نقول لك شنو حنزاب وشنو وزا، العرب اللغة العربية القح، ملوح في العين، ملوح في العين، ملوح نقول لوحته الشمس إذا سودته، شو واحد كيمشي للبحر كيولي يكحل بالشمس يقول لوحته الشمس، ملوح في العين مجلوز القرى، دام له لحم وخبز مشتاها، حاضي البضيع لحمه خضى بضى. شوف هاد إنه الهجو إلا بيتهجي إلا بيتهجي صار معاه شي لغة كثيفة وثخينة وغليظة، ياك بحال النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أصحاب النار كل جواظ عجعضري، جواظ الضار المعجم، يعني أصحاب النار كله جعذريين، جواظ شو جعذري موسو كبير وجواظ هذيك الضاد المعجمة، فهذا ضاد خاض بضا بضا بضا، خاض البضيع يلحمه خاض بضا. قال لك الحنزاب ووزا هو شديد القصار، شو واحد قصير بزاف، والبضيع هو اللحم، والخاضي المكتنز اللحم، وخضبضة هي مكتنز اللحم، اللحم ديالو غليظ فكيجيها وكيجي الراجل ديالها. قد أبصرت سجاحي من بعد العامة، تاح لها بعدك حنزاب وازا، ملوح في العين مجلوز القرى، دام له لحم وخبز مشتهى، يعني كياكل ويشرب غلاظ وما فيه فايدة، خاضي البضيع لحمه خضبضة. ايوا هادشي مع هذا غير ملحق هكذا نقولوه.
وقال أحد الشعراء من بني تميم قومي من سجاحي، هذا منهم منهم من القبيلة ديالها، قال واحد الشعر شنو قال فيها؟ أمست نبيتنا أنثى نطيف بها، أمست نبيتنا أنثى نطيف بها، ماشي نطوف بها، كاين طاف يطوف ياك، من طاف يطوف ومشى وأطاف بشيء دار حوله نطيف بها، كندور حداها كندور عليها بحال كيدور نفس الكعبة. ولم تزل أنبياء الناس ذكرانا، أمست نبيتنا أنثى نطيف بها، ولم تزل أنبياء الناس ذكرانا، فلعنة الله والأقوام كلهم على سجاح ومن بالإفك أغرانا، ومن بالإفك أغرى شو الإفك كذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمسيلمة الكذاب حينما جاءه والله لو 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 سألتني هذه الجريدة ما أعطيتكها، وإن أدبرت لا يعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريد، وإني لأراك الذي أريد ما أريد، وكما قال صلى الله عليه وسلم. سألوا أبا بكر، سألوا سيدنا أبا هريرة، قالوا ماذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا رأى؟ قال سيدنا أبا هريرة النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، رأى في المنام أن في يدي سواراني أو إسواراني، جوج اللغات سوار أو لا إسوار، ود ولج ود بليج ديال العيالات، سواران من ذهب. النبي صلى الله عليه وسلم في المنام شاف، إذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم كيشوف الرؤيا يعني، ولكن الفرق بين الرؤيا ديالنا وديالو هو أن الوحي ديال الأنبياء هو ماشي الوحي ديال سائر المؤمنين والمؤمنات. وإن شاء الله في آخر هذا الجلسة بما نصلي الظهر والعصر ندير واحد الجلسة نستمعوا لما عندكم وعندكن من وحي المنام، الكلام ديال الله سبحانه وتعالى العباد اختلف، والوحي ديال النبي صلى الله عليه وسلم منه ما يأتي بما قال، رأيت سوارين من ذهب في يدي فأهمني أمرهما. قال في المنام هادشي، قال شنو هادشي الدب حرام، الرجال ما يلبسوش الدب، والعيالات اللي يخافوا من الله تعالى ايوا ما فيها باش يلبسوا شويه ديال الدب، ولكن احسن من داك الشيء ما يلبسوا والو في الدب، يكونوا بحال فاطمه الزهراء. فاطمه الزهراء جا سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى اله قال لها لابسه شي واحد القلاده، قال لها واش بغيتي يكون عندك واحد القلاده من النار، هذه بنته بغى لها المرتبه العليا، كذلك اللي بغات المرتبه العليا تسمح في الذهب ديالها، واللي ما سمحتش الله يهديها. قال واني لاراك الذي اريت. قال سيدنا ابو بكر سيدنا ابو هريره رسول الله سواري من ذهب فاهمه امرهما، فاوحي اليه ان انفخ فيهما، انفخ صوت عليهم، فنفخ فيهما فطارا. قال رسول الله فأولتهما كذابين يأتيان من بعدي، جوج الكذابة أحدهما مسيلمة والآخر العنسي، هذا واحد المتنبي آخر. سيدنا ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه رئت له رؤيا، بل رئت له رؤيان. نشوفوا الأولى، كنا تكلمنا في مجلس سبق أن زوجه كانت تسمى جميلة أخت عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين أو بنته، وفي رواية أخرى أنها كانت تسمى حبيبة بنت سهل. هاد المرأة ديالو جات للنبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله
لا أنا ولا ثابت. هذا الرجل ما نشوفه من 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 راه. شوف المزغوبة كدايرة، المزغوبة هذه أحد من كبار الصحابة رضي الله عنهم كان دميما، الصورة ديالو ديال الجسم ما كانش زي، كان قصير وحميمار وما ماشي ماشي واحد الصورة كتغري، ولكن كانت فيها الرجولة والشجاعة والخطابة والخير كله. احنا غنشوفو خلات له واحد الوليد، قالت له ما نشوف ما نرى لا هو ولا ولده، ما كانش ولده اسمه محمد. فجاءت امرأة من قبيلة أخرى ولا من البادية ولا، جاءت المدينة تسأله أين بيت ثابت بن قيس بن شماس، فين الدار ديالو؟ فدلها عليه، فقالت إنني أتيت لأرضع ابنك محمدا، رأيت رؤيا قيل لي فيها اذهبي وأرضعي. شوف هذا، شوف شوف الكرامة ديال الله تعالى. سيدنا ثابت أرضع عندك الولد. سيدنا ثابت بن قيس لقيناه واحد المرحلة أولى، وجدناه يبكي عندما نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فكاد الخيران أن يهلكا، وكان يخاطبان رسول الله صلى الله عليه وسلم كأخي الصرار بسر. أما سيدنا ثابت بن قيس بن شماس الذي كان خطيب القوم، كان خطيب الأنصار فصيح، فإنه أغلق عليه باب بيته وصار يبكي. قال كيبكي؟ قال أن المزغوب هذه الآية نزلت غير في أنا اللي كنت أتكلم وخاصب وكان أرفع صوتي قدام النبي صلى الله عليه وسلم، هلك سوى. فافتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث إليه سيدنا أنس بن مالك، مشى عند سيدنا أنس بن مالك وقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل له ألا يرضيه أن يعيش سعيدا ويموت شهيدا. حضر معاه سيدنا أنس في غزوتي في يوم سيلمة، استشهد سيدنا ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه. هذه الرؤية الثالثة، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم شفناها، الرؤية ديال المرضعة شفناها، هذه رؤية أخرى عظيمة. فكما كان طلاق زوج جوز سيدنا ثابت هو أول خلع في الإسلام، إنه المرأة ديال لما جات للنبي صلى الله عليه وسلم قالت له ما نشوفه من رأى ما راه، قال لها ردي له داكشي اللي عطاك في الصداق ديالك، وكان أصدقها حديقة من نخل، فردت إليه، فكان هذا أول خلع في الإسلام. وهذا الرؤيا اللي شافوها جابوا فيه الناس بعد ما توفى عليكم السلام، فكانت هي أول مسألة في الإسلام أمضاها أمير المؤمنين خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق. كيف جاري هذه الرؤيا؟ كيف هذه الرؤيا؟ رأى أحد الصحابة سيدنا ثابت بن قيس بن شماس بعد أن استشهد ومات، رأوا في منام يقول له حمك الله، وكانت له درع نفيسة، كانت له درع نفيسة. شنو هي الدرع النفيسة؟ حارب بها كي يلبسوا واحد ديال الزراد ديال الزراد ديال الحديد كيصنعوه كيف ديال كيلبسوها باش الصيف ما ويعني كانت نفيسة يعني عندها قيمة قيمة. لما مات شافوها واحد صحابي في المنام، قال له إن فلانا إنما ميت أخذ درعي، الدرع ديالي جا واحد خداها وأداها المحل الفلاني وأكفأ عليها برمة
جاب واحد القدرة كفاء عليها وفوق البرماتي برداعة باش يخبيها باش ديك الدرع ما يشوفها أحد. هذا كيتسمى شنو كيتسمى هذا؟ غلول ياك شنو الغلول؟ سرقة من ما أفاء الله على المسلمين. قال فذهب إلى أبي بكر الصديق فذهب إلى خالد أخبره. فذهب خالد فوجد البرمتة وجد البردعة وجد تحتهما الدرع النفيسة. قال وإنني أوصي كيوصي هو ميت راه مات مشى للدار الآخرة كيوصي أوصي على اليمين الديني كذا وكذا والرقيق الفلاني حور في سبيل الله وصى الوصية ديالو. فلما أبلغوا أبا بكر الصديق أمضاها وكانت هذه أول وصية للميت تمضى. قال لهم هادشي اللي قال هو هذاك. فمشى خلص عليه الدين اللي عليه وحرر ذاك العبيد ذاك العبد اللي كان قال له حر وأمضى وصيته رضي الله عنهم وأرضاهم. في جلسة مقبلة إن شاء الله نمضي قدما في حديث عن سورة الحجرات تدبرا لقوم يعقلون ولقوم يتفكرون. أفلا يتدبرون القرآن؟ قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. معنى يتدبرون القرآن يرون ما وراء الآيات من معاني ونحن نتدبر. ماشي شرح الشرح هو نشوفوا الكلام ولا شك أنه الوعاء ديال المعاني هو الكلمات وخصنا نعرفوا اللغة العربية. أما على قلوب أقفالها القفل الأول والعربية ما كنعرفوهاش يبقى نعرفوا القرآن ما يمكنش. ولكن كاين القفل الآخر وهو اللي حنا كنتعاملوا معاه القفل الأول خصنا نتعاملوا العربية. والقفل الثاني هو القلب ديالنا ما كيتفاعلش مع كلام الله عز وجل لا يتدبر ما كيشوف العبار. لما نسمعوا هذا الرجل هذا مشى وقاتل وقال لهم ما فيكم فايدة انتم كتقتلوا كتهربوا وحفر حفرة واستشهد في سبيل الله هذا درس. رجل فصيح خصنا نتعلموا الفصاحة. رجل أمين النبي صلى الله عليه وسلم ائتمنه على روحه لما جاءوا 70 ديال الأعداء ومشى هو وياه بوحده. رجل شجاع والخصال الأخرى ديال سيدنا ثابت بن قيس بن شماس. إذا نتدبروا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. في الأسابيع المقبلة إن شاء الله نمضي قدما في تدبر آيات هذه السورة المباركة التي تجمع مكارم الأخلاق تعلم الأخلاق الكريمة والتعامل مع الله سبحانه وتعالى والتعامل مع المؤمنين والتعامل مع الفاسقين والتعامل مع الكافرين والتعامل مع الخلق أجمعين أمر الخالق سبحانه وتعالى والتعامل أولا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي أبدت لا ترفعوا أصواتكم عند فوق صوت النبي. في 20 دقيقة الباقية إن شاء الله نخصصها لما يكون عندكم من أسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه وحزبه. اللهم صل على سيدنا محمد. معنا واحد الأخ مسلم من المكسيك جاب الله سبحانه وتعالى من المكسيك تل هذه الأرض هذه باش يعرف الخير اللي احنا عايشين فيه. هذا الأمر الأول. هذا انتقلنا ثلاثة القارات، القارة الأمريكية والقارة الأوروبية وإحنا في القارة الإفريقية، وجار حتى لهذا المكان هذا باش يقلب على الخير اللي احنا عايشين فيه. وشحال موحدين عايشين في هذه الأرض وما كيعرفوش القيمة هذا الخير. الله يعرفنا والله يعلمنا والله يرضى حسن التأدب مع أهل البيت. اللهم آمين. الأمر الثاني سبحان الله العظيم هذه المدينة سميتها سالة
باللغة الإسبانية كنعيطوا لها سالي. وهذا الأخ هذا المكسيكي يلا عنده 6 شهور في الإسلام وتلقى بالحبيب المرشد حفظه الله وأتى الله في عمره وجعله اللهم آمين أصلح الله به البلاد والعباد. زين السؤال سيدي. نعم سيدي. جا عندك الإسبانيا ياك. سيدي جابوا الله سبحانه وتعالى الإسبانيا هكذا. والمسألة اللي بغيت نقول هو أن هذه المدينة هذه سميتها بالإسبانية صالي، وهو جا كيقلب على هذا الخير هذا طلق يعني عبر ثلاث القارات وصالي في المعنى الإسبانية هي فعل صالير يعني خرج. صالير هذا فعل حسن. صالير هي خرج فعل حسن. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفعل الحسن. واش أنت اللي دليتي على هذا المعنى ولا هو؟ لا نعم بوحده هو 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 راه موعظة لنا. قول له يجي نصوره قول له يجي حداك بينك إرمانو إنريكي وباش يشهدوا عليه الناس جميعا. قول له يشهدوا عليه الله محمد رسول الله. قول له قول له يشهدوا عليه ديكاس لا إله إلا الله محمد رسول الله ويشوف التلفزيون باش يصوره. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله. وادعي الله تعالى الله يثبته. الله يثبته. يوازي ناس يكمل لنا كله يمشي يجلس في حالته ويكمل لنا. وشوف هذا يعني بعاد في الإسلام راهو في الفعل الحسن. صلي يا صلير يا خرج خرج من الكفر للإيمان سبحان الله. بسم الله سيدي. اسمح لي نعم سيدي نكمل على الفعل الحسن اللي هو قال صالي يعني صالي يعني خارجة. شنو اللي عاد يخرج الخير من هذه المدينة هذه اللي هو سميتها صالي. من هنا يخرج الخير من هذه الأرض هذه. راه الناس كانت تنتظر الناس في القارات كلها كينتظروا. حنا غير هاد اليومين هذيك سنا مع السيد المرشد حفظه الله ومشينا تنهضروا مع الناس تقول سيدي كنعرفوه راه كنعرفوه راه هو داك هو الفرج الله يحجر بالفرج. يا إخوان الله يجزكم بخير. وما هذا الكلام ما عندي ما أقول. في انتظار يشارك معنا إخوة وأخوات من فرنسا من مدينة تولوز وستانس وباريس ومن أمريكا من نارت مولين هذه ولا نيويورك مولين هذا شنو هذه مولين نارت ومن ألمانيا من إخوان من دورتموند وفرانكفورت ودوسلدورف ومن إسبانيا من برشلونة ومن بلجيكا من بروكسل ومن كندا من أوتاوا ومن المغرب إخوان في الدار البيضاء والرباط وزان وآيت ملول وسلا وبن الله والحمد لله رب العالمين وخنيفرة أيضا. وأوصي الإخوان خارج المغربي إذا كانوا يحضرون معنا في البث في شبكة أن يحضروا معهم عددا أكبر عدد ممكن. ما يمشي شي واحد منكم عنده هو ذاك الانترنت ويشوف بوحده يكونوا جماعة باش تكون الفايدة أكثر. تفضل أسيدي. أبنى اشترى الشيء بسم الله الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدي محمد وعلى آله وصحبه وسلم أتيام الدين. أخكم في الله أحبكم في الله محمد علاوي تلميذ ساكن بحي جوهرة مدينة وجدة. أبلغكم السلام إخوان تاع مدينة وجدة. عليك وعليكم السلام. والتلاميذ تاع ثانوية السلام. عليك وعليكم السلام والله. عليك وعليكم السلام والله. حق سيدي السلام السؤال كان يجي نزور هنايا كنخرج بواحد الخير وهذاك الخير ما مجرد واحد السيمانة ولا كيمشي ما بقيناش. بغينا إن شاء الله عطنا شي دواء إن شاء الله ملي نخرج من الزيارة يخدمنا ذاك الدواء. جزاك الله بخير. جزاك الله بخير. هذا سؤال جاوبك عليه سيدي عيسى. سيدي عيسى شرقي. وبالعربية ما أمكن لي كي يستفيد السامعون خارج المغرب. بسم الله. أحبابي الكرام نحمد الله سبحانه وتعالى أن ساقنا إلى هذه المائدة المباركة الطيبة لنتفقه في ديننا ونتعلم ديننا فنحن في مدرسة العدل والإحسان. ولا بد من كل أخ ومن كل أخت ما يكون دائما في معطش الاستزادة من الله سبحانه وتعالى
في القرآن الكريم أمرنا بالاستزادة من بعض الأصول ومن بعض الأمور الثابتة اللي هي أصول وهي قواعد في التربية. هل في قوله سبحانه وتعالى وقل ربي زدني علما إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فالاستزادة من العلم والإيمان والهدى بحال هذه الأمور هي من خلق المؤمنين الصادقين، ولله سبحانه وتعالى منا اليوم بأمر الصحبة. هذه شهادة حق قالها هذا الأخ الكريم، أن صحبة أولياء الله وجالسة أولياء الله يعني ثمارها أحباب الكرام وأرزاقها ومعانيها عميقة وكثيرة، والشر مجرب عند الإخوان. ومن ثمارها إخواني الكرام الانجماع الله سبحانه وتعالى بعد التشتوت وبعد الرشاش ديال الغفلات بصحبة الناس ومخالطة الناس ونظر إلى التلفزيون والخوض في القيل والقال، فهذيك الأمور كتحدث واحد التشتت. ومن اللي كيجي الأخ الكريم من عند المربي ديالو وعند المرشد ديالو الذي لن نزكي على الله أحدا، لله سبحانه وتعالى نوره بالنور ديالو العظيم وفيض عليهم من الخير ما ندركه وما لا ندركه وسندركه إن شاء الله في الآخرة يوم تبان الرجال على الحقائق ديالها. فهذه شهادة ديال الحق. الأخ ديالي يشتكي، وهذا الأمر كان كيحصن الصحابة بمجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا كيقولوا يا رسول الله حينما نجالسك نكون على حال وعلى إيمان وعلى وجل معنى ديال الكلام، وحينما نفارقك نستشعر حالا آخر وشبيه بالنفاق. وكانوا يتهمون أنفسهم بالنفاق، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسخ فيهم هذه الحقيقة ديال الصحبة وهذا المكانة والشأن والقدر العظيم اللي أعطاه الله سبحانه الأمر ديال الصحبة. وكان يقول لهم الحبيب مصطفى لو تدومون على ذكر الله وعلى ما أنتم فيه معي لصافحتكم الملائكة في الطرقات ولعله حتى في الفرش كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت مجالسة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كافية أنها تغمرهم بالمجالسة وبالنظر وبالاستماع لرسول الله، تغمر البواطن ديالهم الصدور ديالهم المعنى ديال الطمأنينة وديال السكينة وديال الرحمة وديال الهدوء وديال التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم زائد المجالسة تشمر وعيني عليها بكثرة السجود وبذكر الله وبالقربات وبالاستقامة، الاستقامة على كل ما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه الكريم سبحانه وتعالى. احنا الحمد لله الله سبحانه وتعالى أعطانا خيرات أخرى تابعة كتجي بعد مجالسة الأخ المرشد. فنقول الأخ ديالي الكريم إلا كان كيحدث هذا الفطور وهذا الرجوع، فبطبيعة الحال كان الله سبحانه وتعالى بغى السنة ديال الحياة ديال العباد ديالو حتى القلوب عندها سننها وعندها نواميسها. فالمتربصين بالإيمان ديالك الأخ ديالي الكريم هم كثر وهم أصناف، منهم ما كتشوف ومنهم ما كتشوفش. والله سبحانه وتعالى سخر لنا في الجماعة مجالس لمن واظب عليها غادي يكون عنده واحد الحفظ عندك الأرزاق اللي كي واخدها، إما بمجالسة مباشرة للحبيب المرشد أو بهذا الرابط وبهذا الوصلة القلبية الروحية ديال المحبة. فالأخ ديالي باش يحافظ على هذا الكنز ديال الإيمان اللي كيشهد به على نفسه، وحنا كنا كنشهدوا على هذا الأمر هذا ونشهدوا عليه إن شاء الله في الدنيا والآخرة. فالأخ ديالي حافظ على مجالس النصيحة، يواظب عليها ما يتغيبش عليها. مجالس النصيحة كتفتل في هذه المعاني وكتعمقها وكتزكيها وكتنميها. ثم يحافظ كذلك على الرباطات دياله، يحافظ الأخ ديالي الكريم على دعاء الرابطة. وملي يوصل بالدعاء دياله عند الحبيب المرشد يدير واحد الوقفة خاصة، ما يتصنع شيء ما يتكلف شيء،
ولكن عظم المرشد ديالو ويتوجه له المحبه والصدق والشوق ويدعي الله سبحانه وتعالى. وهكذا غادي يكون كيجلس المرشد ديالو باستمرار بدون ان يفارقه. واللي حب يجلسوا بالليل يدير دعاء الرابطه ليلان، واللي بغى يجلسوا بالليل والنهار يدير دعاء بالليل والنهار. وقد التقيتم بعض الاخوان اللي الله سبحانه وتعالى من عليهم بهذا الرابطه القويه وهذا الحبل قواه الله سبحانه وتعالى ديال 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 المحبه المرشد. فمنهم من قال لي بانه ما صلى صلاه الا وجعل من دعاء سجوده الدعاء للحبيب المرشد ديالنا. فهادو ارباب قلوب، هادو اخوان ديالنا قلوبهم منفتحه. احباب الكرام، والمرء مع من احب. الا بغيتي تكون مع المرشد ديالك بالايمان بالتقوى بالاخلاق الحسنه بالدعوه بالدعاء بالجهاد، فحافظ على الدعاء الرابطه. ثم ما يفتل في هذا احباب الكرام من تراحم والذله مع المؤمنين ومن طن الادب مع الوالدين والتوقير الكبار ورحمه الصغار وغيرها من الطاعات ومن القربات الواسعه والكثيره جدا التي لا تحصى، وكلها كتفتل في هذا الخير هذا. ونطلب الله سبحانه وتعالى يحفظ علينا الايمان ديالنا ويحفظ علينا الصحبه ديالنا. نختموا هذه الجلسه والله عز وجل لنا التوفيق والسداد والتسير وجعلنا واياكم من السعداء في الدنيا وفي الاخره. ونقرا الفاتحه جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم ضالين امين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وزوجه ومات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صلت على ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.